هذه هي المنطقة الشرقية لمدينة تعز وبالتحديد الأحياء السكنية التابعة لمديرية صالة، والتي كانت هي بوابة العبور الرئيسية التي ولجت من خلالها ميليشيا الانقلاب إلى عمق المدينة، وكذلك أيضا كانت هي بوابة الخروج منها إلى التخوم الشرقية للمدينة، لذلك كان حجم الدمار فيها كبيرا جدا ويفوق كل المناطق السابقة. المتتبع لأحداث وتبعات مرور ميليشيا الانقلاب في مناطق وأحياء مدينة تعز يجد نفسه أمام جملة من المفارقات والتداخلات في سير مجريات ذلك المرور. فهناك مناطق وأحياء كان المرور فيها خاطفاً، فيما أخرى كثفت فيها تواجدها وحشدت إلى محيطها كافة الإمكانات البشرية والعسكرية وحولتها إلى ساحة مواجهات عسكرية مباشرة مكثت فيها لإدارة حربها العبثية فترة طويلة. أكلت الأخضر واليابس، هذا الفارق لمسناه واقعا على تخوم أحياء المنطقة الشرقية المحاذية لعمق المدينة. هذه الميليشيا يا أخي إما أن تأخذ الوطن كله أو تترك كله، هكذا أي ميليشيا في العالم، أن تأخذ الشيء كله أو تتركه كله. تعز لأن فيها ثقافة، فيها العلم، العلم ركيزة مهمة جدا، والحوثيين أعداء العلم، فأينما تراهم يدخلوا منطقة يركزوا على دور العلم، مدارس التحفيظ، يعني مراكز تحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله والأحاديث النبوية، يبدأوا بتفجيرها. تعز كلها عندهم كانت مراكز علم، فعندما دخلوا لغموا المدارس بشكل كبير جدا. إذا ذهبت أنت لزيارة للمدارس التي كانت بأيديهم، مدرسة صلاح الدين أو عقبة والثلاية أو غيرها من المدارس والكويت التي يتم ترميمها الآن، ترى أن هذه الميليشيا أشبعت هذه المدارس تدميرا. تدخل لتقرأ الشعارات الموجودة، شعارات عنصرية تهدد أبناء تعز بأنه سنمحو من رؤوسكم شيء اسمه التعليم ونحولكم إلى مجموعة من الرعاع نقودكم كيف نشاء. حي سوق الأشبط المعروف بحي الأشبط يتبع إدارياً مديرية صالة، أحد أهم الأحياء الاستراتيجية المتحكمة في شرق المدينة ووسطها، من خلال إشرافه المباشر على الخط الرئيس القادم من صنعاء عبر شارع حوض الأشراف، إضافة إلى إطلالته المباشرة على مناطق واسعة في عمق المدينة. يعني هذه تعتبر إيش؟ منطقة حمراء ملامسة إلى شعب الدباء، إلى القصر الجمهوري، إلى تبة السلال، إلى الأمن المركزي. كان هدفهم الرئيسي من هذه الحارة هو أن يؤمنوها، ثم أصعدوا إلى جبل الشماسي الذي هو موقع استراتيجي مسيطر على الفرزة، على كلابة، على حي الروضة وما جاورها من أحياء. فالمنطقة كان مهمة جدا جدا بالنسبة لهم، ولذلك بدأوا بها. بدأت أحداث التواجد المسلح لميليشيا صالح والحوثي تظهر في فناء هذا الحي عند منتصف إبريل عام 2015، حين خسرت مواقع تمركزها في الخطوط الأمامية في عمق المدينة. تمثلت مظاهر التواجد المسلح بإخلاء الحي برمته من ساكنيه، وقطع الطرقات بالحواجز، والتمركز على أسطح البنايات المرتفعة، ونشر قناصيها، وتحويل الحي بساحاته ومنازله ومنشآته إلى معسكر متكامل الأركان. دخلوا ليمين وصلوا لهناك خلف الدبابة، وصلت لخارج هناك
ثم عودوا مسكوا فندق شمسار ثم عودوا إلى هنا إلى هذا المحل. هذا جالسين هنا، هذا هنا وهذا هنا، ولا هذا دريب. وصلوا قال لك نخلي البيوت خلاص، وصلوا ضربوا على فندق على شمساء، اقتحموا بسرعة معهم، خرجنا ندور عيالنا بالشوارع ضايعين جوا كفجأة. خلاص يوم ثاني جبنا إنذر نخرج، عشنا يوم ما حد عمالهم بس برعب، خوفونا للصبان ضرب رصاص وضربوا واشتهقوا على الفندق واشتحرقونا تقول بأبب قالوا في هذول البيوت. فضلنا احنا سبقنا لوين انا وعيالي، وذا قال شقس مو قس انتبه على البيوت خرجوا بعدنا. ما ادري وقت اتصل لي قال لا اتصليش خلاص قفصوك الثابت، قالوا خرج الان لحقوا بعدنا اب. فعندما خرج الناس بعد ذلك سطوا على كل الممتلكات واخذوها وصادروها، واصبحت بعض الحواري القديمه كما قلنا القريبه من هنا التي كانوا يتمركز فيها قاده الحوثيين سوق رائقه لاجهزه اللابتوب، حتى للسلاح الذي كان احيانا ينهب بعض قادتهم ويفروا به. خطوة أخرى أقدمت عليها ميليشيا الإنقلاب لمسناها في هذا الحي لأول مرة، تمثلت بعملية التحشيد والتجنيد وكسب الولاءات والتأييد. سخرت لهذا الغرض أموالا طائلة وإغراءات متعددة، استطاعت من خلال ذلك كسب بعض الأشخاص فيما اعتبرت ما دونهم جميعهم خصوما لا بد من مغادرة الحي دون استثناء أو مراعاة ظروف أحد. بل قدموا أموال لأسر ومشيخات كثيرة، وعندما حررت مناطق مثل صبر انتقلت هذه الأسر إلى صنعاء يشوهم في الشهر الأول والثاني على السلال الغذائية والرواتب. بعد شهرين ثلاثة قالوا لهم انتقلوا إلى أقرب سوق للقات واطلبوا الله بالقات. وكانت بالبداية العنصرية، أنتم من أهل البيت وأنتم سيكون لكم مستقبل والدولة دولتنا وسيكون لكم مناصب وستعطيك أنت المحافظ، وشكلوا حكومة مصغرة في بعض الحارات يقول لهم ستستلموا حكم تعز، أنت المحافظ وأنت نائبه وأنت وكيله. وبالأخير كل هذا كان هراء، وهؤلاء الشباب فقدوا حاراتهم، فقدوا أولا يعني معية الله سبحانه وتعالى لهم، فقدوا حب الناس لهم، أصبحوا الآن همج يتهمج بهم أبناء تعز ويتهمج بهم الحوثي. كنت أجي لهنا والحوش هذا مليان عساكر وكذا وكذا، وكان في منهم غجرين، يعني منهم يقول لهم انتبهوا لي على البيت، وقدكم داخل البيت تمام انتبهوا لي على البيت خلاص، قدكم داخل البيت ايش انا اعمل، اعتبركم ضيوف خلاص، لا بس انتبهوا لي على البيت، هي المال والضمار وهي يعني مثلا مصدر رزقي مصدر يعني اساس لجهالي وكذا وكذا. قالوا احنا بيتك بروزنا وكذا، الاغر ببعض الناس قال لك ما دخلك بالبيت هذا، ما قابك لانا وليش تدخل وليش كذا ومدرموا. المهم بعضهم كانوا يعني يتمرفزوا ويبي ايش يا جماعه الخير، انتم داخل البيت حقيقي كذا ليش ما دخلك؟ سرقوا البيوت، سرقوا العمائر، سرقوا ما خلوش حاجه من الحوثه، من السراق، من حتى الحوثه يعني لا ما خرج من بيته، دخلت اقتحم بيته مبنته، دخل اقتحم عرجس داخله وبس من داخلها. نزحنا لمشروع حدنان، رجعنا لا في معانا لا بيت ولا معانا كنابل ولا معانا فروشات ولا معانا ارض ولا معانا اي حاجه، حتى كم كنابل تحت زوجي وعيالي جاكم اهلهمش، ولا في معانا اي شيء، حتى الجيران سرقوا بيوتهم سرقوا كل حاجه ولا معانا اي حاجه. نستطيع ان نقول من هنا مرت الميليشيات وتركت هذه المناطق مشرد اهلها، مقطوع عنها كل اسباب العيش، حتى المسجد لم تحترم حرمته، اقتحموه وعاثوا فيه فساد، واتخذوا كما اتخذوا بقية المساجد أماكن للتخزين والبردقة وما إلى ذلك من الجرائم. هذه الميليشيا ميليشيا وحشية بكل معنى الكلمة، لا تحترم إنسان ولا تحترم مبنى ولا تقدس أي مقدس. بعد أكثر من عامين من التدمير والعبث والخراب للميليشيا في هذا الحي أجبرت على الخروج، خروج رافقه أحداث عنف قضت على ما تبقى من مقومات الحياة. لم يقف صلفها عند هذا الحد،
بل ذهبت إلى تصعيد انتقامها بشكل أوسع من خلال تبني سياسة القصف والتدمير الشامل من مواقع تمركزها على الحدود الشرقية للحي، تزامن ذلك مع عودة السكان للحي لتحصد على إثره أرواح الكثيرين منهم. يقنصوا من شقي الطرف، ليش يا أخي؟ أنت من قنصت؟ يقنصوا، أنت قد تدور غريمك ولا ما تدور؟ دور لي اطفال، دور لي مكالف، دور لي شيء يبغى، دور لي اي واحد، ما صلحش كذا. دور غريمك لو انت رجال، اعمل لك اي حال، ما تدور لي شيء مواطن يا اخي. انا قاهر، حرام عليكم، اتقوا الله. ضربوا من الطوار، هذه العماره اللي جنبنا كلها مخزقه. رجعوا غرفه اختي، غرفه النوم، رجعي مترس للقنص. جمعنا 2 جواني رصاص المعابر حق القناصه. رجعوا غرفه النوم قنص للاشبط، ما ينبدي على القنصه. يكفي يا اخي انهم انك ترى النساء يهرولن نتيجه القصف العشوائي، وما معهن الا يعني ما يسترن به ابدانهن، ويحملن الرضع والاطفال وهن هاربات. تركت النساء وراءهن مدخرات، جواهر، ممتلكات، ذهب. عدنا ولم يجدن شيء. كتبوا على الصور كلمات بذيئه، صور بعض الاسر التي عادوا ليخرجوا عفشهم، فوجدوا ان الحوثيين دخلوا بعض البيوت وكتبوا على الصور كلمات بذيئة عنصرية. لا أستطيع أن أصف لك ما كتبوا. هذه العصابة شر عصابة وجدت في الأرض. أخلوا البلاد، انتهت البلاد الآن 4 سنين 5 سنين وإحنا محاصرين. يعني ما طلع الكبزرة، ما بش كبزرة، حتى الكبزرة إيش هذا؟ ما يمكن هكذا، هذا شيء، هذا شيء منكر. قائد أحد سكان الحي عاد إلى منزله في وقت مبكر في ظل أوضاع لا زالت ميليشيا الإنقلاب مصعدة من قصفها العشوائي، وضحايا قناصيها من نساء وشيوخ وأطفال يتساقطون في أرجاء المكان. قعدنا بأب سنة ونص، خلى على الله، كحنا نبث لابيت، كحنا نعمل شهرنا وشهرنا وشهرنا، قلنا نقزع عند الناس خف، ما عنقس اني فق العلامة، ما عناش بيس نستأجر ولا نقس، كحنا يوم شهر بيت عمي وشهر عند اختي وشهر بيت ابي، خلك قزعنا، لا معنا بيس نستأجر بالسنة مثل الناس، اختي ما لاش استأجر بيت وعاشة، الحمد لله، زوجة ما لاش، قزعنا سنة ونص عند الناس، قلنا يلا نروح، روحنا. كسرنا القذائف جينا. كم راحوا يا ضحايا؟ يعني اما اقسم بالله نحن بنموت قهر. والله لو فكيت صدري الان ليخرج بركان من القهر على الباطل، على الناس وعلى انفسنا وعلى العالم. يعني حرام انه ما بذنبنا احنا حاجه يا جماعه الخير، وبالذات بالشكل تعز هذه، ليش كرهوا تعز؟ ما انا عارف. طفلك لما يكون قدام مرجوم وسط الارض صيح يا بابا، والحوثي قرص العرض لا قدامه. مش هذه جريمة، مش هذه خلق غير إسلامية غير إنسانية. ماتوا ناس كثير، وراح النسوان كثير، وراحوا أطفال كثير، كانوا حتى يرقبون بانز الحواتس على الكلاب يميتوا الأطفال بالشارع. نقرقعنا حفان لأصدق قواني، أطفال كثير ماتوا نساء ورجال. طلع إلى البيت والقناص بالفوق هنا عند فندق شمسان بعمارة اسمه شرهان، وانا على الخرجه بقطعه الشارع حق فتحه القسم، قنصنا من هناك لوسط الشارع طوالي سعفونا الى الصفوه، بعدها ما درش بحاجه جلسوا بغيبوبه، ورجعنا في الزناف بالبعض اللي قهنا مشاليل شديها اليمنى ولا حركه. هؤلاء لا يرقبوا في مؤمن الا ولا ذمه، سواء كان شيخ كبير، امراه، طفل، هم يرون كل ما يتحرك هدف مشروع. تعز ايش ذنبها وايش ذنبنا احنا كمان؟ يعني احنا كمواطنين وكمدينة تعز كطيبين اهلها وكلهم متعلمين وكلهم مثقفين ثقافة وعلم وصحيح بتعز، ليش حسدين؟ يعني حسد اعتبر ولا كيف؟ او بغض علينا؟ ايش نزلة هذه علينا؟ ما كاد قائد أن يلم شتاته ويتحدى واقع الحرب والحصار المفروض
من قبل ميليشيا صالح والحوثي على هذا الحي حتى فجع بقذيفة غادرة أتت على منزله وقضت على بصيص أمله المنشود في الحياة. حدث عاش مع وقعه تفاصيل قصة مؤلمة تجلى من خلالها حدة الانتقام لميليشيا صالح والحوثي. فجاءت الساعة 12:30 تحديدا وأنا أصلي في جامع الكويت وسمعت الضربة. لما أقسم بالله أننا وأنا أصلي أننا سمعت الضربة ضربة القذيفة وأنه مدري موسل من جسمي كامل كذا. شعرت أنه هناك في حاجة في البيت وأنا أقوم الصلاة وأنا يقول لي بس البيت وهذا بالجامع صلي يسنا مرض بعد افتقعنا وقعد بس كله تراب دخان قاروا على الناس من الخارج يحسبوا ان احنا قمتنا. اوصل لهنا وجي وما لقى مرضوخ هنا كذا احتلموا وهذا قدوم دم حقه يصير من راس حقه وهذه ما هم اللي يتحقه ومكظومه لانه غبار ودخان وشم ريحه شمات باروت وكن عفاريت. ابليس صوب براسه اسعفوا له الثوره اني والله ما لي علم على الفقيعه ما دركش ما ادري لو قاقم رباط قدو قالوا مبارك قالوا قتل شظايا من راس حقه مني مع الفقيعه ما اعرفش ادري الساعه قد انتهى الظهر لما قام رباط بالشاش وقال نزلوا صوره تفاجئ ورا اثنين العيال معي وفين والمراه تعوروا. المهم تعالجناهم والحمد لله وجات سليمه. عامان من التواجد الفعلي ومثلهما من السيطرة النارية عاشها حي الأشبط تحت وقع عبثية ميليشيا الإنقلاب، عبثية دمرت كل شيء، حصدت الأرواح ويتمت الأسر. قائمة طويلة وطويلة جدا من الضحايا الذين لم نجد لهم إحصائيات دقيقة حتى اللحظة، ناهيك عن التكلفة التقديرية لحجم الدمار والخراب اللذان لحقا بالممتلكات الخاصة والعامة نتيجة حرب عبثية ليس لها رؤية ولا هدف. فقدكو أبي وثنين أخواني وحلي فوق المطر ضرب قناص وزوجي ذا قريح بخمس طلقات الصواب خمسة مخاطر ودول الآن حتى الرس حقه هنا ما لقاو جالس ما يهدرش ولا يخبر يكون على الصامت. صارت حياتنا شمات لما انش الناس ندول لنا لقمه بنموت جوع. زوجي الان لا يقدر لا يتمهر لا يقدر يقزع ولا يقدر شي يشوفه دواه وشوفه تعبان ندود جواك والله ما يقدر يعمل حاجه. ان العالمين ندول لنا الناس للبيوت ما ناسش لقمه ناكله من سبايب الحويته. فقدت عمري كله اما انا شيبته بدون شيب اما يعني اقسم بالله انا رحل جسمي رحل كل ما ضماري كامل راح انا كان متوفر معي بياس الحمد لله وكان معي هذا راحت علي ملايين مليان ملايين راحت علي راحت البيت كله عفشها بملايين راحت البيت بمئة الملايين راحت كل راحت سدى اي منو يعوضنا الحين. نسال الله العوض ومنه العوض. هذه الجرائم التي ارتكبت في هذا الحي وغيره من الاحياء كثيره وعلى منظمه حقوق الانسان لا تدع هكذا جرائم تمر ولأن هذه الجرائم لا تسقط أبدا بالتقادم. تشريد الناس تخويفهم نهب ممتلكاتهم سد المجاري أحيانا في بعض الأماكن هذه طبعا من الأشياء التي فعلوها بهذه الحارة بالذات سد المجاري الرئيسية حتى تطفح المجاري على بقية الأحياء التي لم يكونوا قد اقتحموها. كثير من الجرائم لا تعد ولا تحصى ارتكبت ضد الإنسانية في هذه الحارات. تبعات العملية التدميرية التي أنتجتها ميليشيا الإنقلاب في هذا الحي كبيرة جدا وقصص الإنسان والانتهاكات التي حصلت هنا هي أيضا كثيرة وللإلمام بها يتحتم علينا إفراد مساحة أكبر للتتبع والعرض وهذا ما سنسعى لتقديمه في الحلقات القادمة.